لو بنتكلم على نادي سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز، لو بنتكلم على ركيزة أساسية في الفريق، لو بنتكلم على محور بناء هذا الفريق، يجي واحد في النص كده هو قائد الفريق، الشخص اللي دايما يؤدي بشكل رائع جدا، اللي دايما بيشيل مسؤولية فريقه بشكل مميز جدا، اللي النهاردة كان واحد من أبرز نجوم المباراة سواء على المستوى الهجومي أو حتى على المستوى الدفاعي، دائم التألق بصراحة، ودايما دايما نتحدث عنه بكل الخير لأنه دائما يقدم الإضافة لأي فريق بيلعب فيه، ما بالك أنت مع سيراميكا كليوباترا، يؤدي دائما وابدا بمستوى رائع جدا الكابتن الكبير كابتن فريق سيراميكا كليوباترا الكابتن محمد ابراهيم. يا كابتن محمد، الف مليون مبروك النهارده اول بطوله سيراميكا كليوباترا. كابتن كريم حبيبي، طبعا في البدايه بشكرك على الكلمه الجميله دي، وسلام حضرتك، ومش عارف اقول لك ايه. لا ما تقولش اي كلام، ما تقولش اي حاجه عشان ده اقل من حقك كمان. النهارده اكيد سعاده لا توصف بالنسبه لك شخصيا، بترفع كاس بطوله هي البطوله الاولى لسيراميكا كليوباترا. طبعا اللي انت تاخد بطوله مع نادي سيراميكا كليوباترا ممتاز، وتحصل معاه على بطوله دي بتبقى كبيره جدا، او لما تاخد بطوله بره الانديه الكبيره بتبقى لها طعم تاني. الحمد لله رب العالمين، ببارك لكل الناس الموجوده في النادي على البطوله، لان النادي فعلا يعني من ساعه ما طلع او من ساعه ما رحت انا في الدوري الممتاز والنادي ما قصرش في اي حاجه، فالامكانيات الموجوده المفروض النادي يبقى موجود في حته ثانيه، فان شاء الله تدي بدايه للنادي. ايوه حلو قوي الجمله اللي انت قلتها، عشان ده كان سؤالي اللي جاي، انه سيراميكا كليوباترا من ساعه ما طلع تدعيمات محترمه جدا، انا عارف حتى على مستوى حقوق اللاعبين وفلوسهم ومستحقاتهم الامور دي ما فيهاش اي مشاكل، اجهزه فنيه دايما بتبقى اسماء كبيره، ليه دايما سيراميكا في وضع غريب عن شكل الفريق او قوام الفريق سواء لاعبين او مدربين؟ بص، هو احنا طبعا الموسم الاول والثاني ممكن تكون بتبني سريع وكده، فممكن يبقى فيه عذر شويه، لكن الموسم الثالث المفروض يبقى الدنيا فيها اقلام اكتر، والمفروض يبقى الدنيا بيبان الاستثمار بتاع الموسمين الاولانيين. صح. الموسم ده كان فيه سوء توفيق غير طبيعي، احنا متعدين 16 ماتش، في ماتشات كتير جدا ما كنتش انت هتتعادلها، انت لو الماتشات دي كنت كسبت نصها وخسرت نصها كنت ممكن تغنش في اول خمسه عادي جدا. صحيح. فدي كانت مشكله، اللي انت الموسم ما دخلناش فيه، يعني كنا انا من وجهه نظري كنت شايف ان في وقت من الاوقات المفروض كنا نفكر بتفكير احسن من كده. بس في الاخر الحمد لله رب العالمين قعدنا في الدوري، وده انا كشخصيا حاجه مش راضي عنها خالص، لان احنا زي ما حضرتك قلت اللعيبه الموجوده والامكانيات الموجوده في النادي الطبيعي يبقوا في مكان احسن من كده بكتير. وده زمايلي، واحسن حاجه في الموضوع ان زمايلي حاسين بده، اللي هم حاسين ان احنا فعلا مش في المكان الطبيعي بتاعنا. وده كان يعني كان طموح او هدف كبير لينا، اللي احنا النهارده ناخد بطوله عشان نحاول نصلح الموسم شويه. صحيح. اقول لك نصلح الموسم شويه، ولكن يعني خلاص لازم نتعلم من اخطائنا، لازم الواحد ما يفكرش في الماضي قد ما هو يتعلم من اخطاء الماضي عشان يقدر يستمر في اللي قدام. يعني فاتكم النهارده طبعا ان شاء الله المستقبل يبقى هايل، بس فاتكم النهارده يا كابتن محمد انه في خبرات في الفريق، انت بتتكلم بتلعب النهارده قدام جماهير كبيره، جماهير مصر ما سكتتش تقريبا ولا دقيقه، من الدقيقه الاولى انتوا اللي دخلتوا المباراه وانتوا اللي كنتوا الافضل، يعني ده فاد سيراميكا النهارده انه كان عنده عدد كبير من اللاعبين الخبرات يعني؟ طبعا عندنا الحمد لله في لعيبه كتير جدا واخده بطولات قبل كده، والحمد لله الفتره اللي فاتت قعدنا مع اللعيبه مره واثنين واتكلمنا واديناهم الحاجات اللي احنا تعرضنا لها قبل كده للماتشات دي. يعني احنا كنا مثلا بنتكلم قبل الماتش النهارده اللي احنا الماتش ده لو مصر ضغط علينا في الاول هنفضل طول الماتش كده، لو احنا اللي ضغطنا الماتش لا ممكن الجمهور ده يبقى معانا عادي جدا، فانت ليه ما نلعبش على الحته دي؟ والحمد لله رب العالمين كنا موفقين في دي، واللعيبه قدرنا يعني الفرص اللي جات لنا كان في توفيق من ربنا كبير فيها. وكان لنا الاسبقيه في المباراه، والحمد لله رب العالمين الماتش مشي زي ما احنا عاوزين وزي ما احنا مخططين له قبل الماتش الحمد لله. صحيح. النهارده انا شفتك بتلعب لاعب عنده 18 سنه جاري دفاع وهجوم وفي كل حته في الملعب، حسيتك اكتر يعني كل اللعيبه النهارده بصراحه في سيراميكا كليوباترا بتلعب برجوله كبيره جدا، بس حسيتك انت كنت مراقبك وانا بتفرج على المباراه، انت مموت نفسك يعني. ما هو انت الطبيعي طبعا بشكر زمايلي كلهم تعبوا، كلهم عملوا مجهود جبار،
بس انت لما تبقى موجود في مكان ويبقى الناس واثقه فيك فانت بتبقى شايل مسؤوليه اكتر. واحيانا ممكن لما يبقى معاك لعيبه، احنا عندنا لعيبه كثير جدا، لعيبه هايله اعمارها في السنيات، فلازم في وقت من الاوقات يحس لما يشوفوك انت بتجري هم هيجروا اكتر منك. صحيح. فده وفي الاخر احنا في مقوله بنقولها ما فيش لعيب كوره بيموت في الجري. صحيح. الحمد لله كنا موفقين يعني، فمبروك لفرقه البطل كلهم يعني على المباراه النهارده. النهارده الاحتفال بتاع الكاس ده انا شفته قبل كده. شيك. شيك. كنت مكلم شيكا ولا حاجه، ولا بتبعت له رساله كده بالكاس، ولا بتعمل ايه؟ لا لا، بص شيكا طبعا صوت كبير، والناس اللي وقفت جنبي لما انا طلعت في قهوه الزمالك، وانا على مستوى الشخصي بحبه جدا، و طبيعي ان انا لما يجي له بطوله وانا اللي اطلعها فبقسم له جزء صغير منها، فانا طبعا بحكي له الحاجه الصغيره دي وبقول له، هو دايما في قلبي يعني، انا على مستوى الشخصي بحب الشكر جدا. طبعا اسم كبير، وانت طبعا اسم كبير طبعاً. كابتن محمد ابراهيم، انا ببارك لك وبهنيك وبشكرك شكرا جزيلا، واتمنى لك كل التوفيق حبيب. بشكل شخصي ودايما سيراميكا كليوباترا يكون في افضل حاله. بشكرك شكرا جزيلا، لاعب مهذب ولاعب رائع جدا، ودائما وابدا في مستوى شبه ثابت، مش هقول ثابت في كل المباريات ولكن شبه ثابت. يعني محمد ابراهيم دايما هو الركيزه الاساسيه في تشكيله سيراميكا كليوباترا، يتغير لاعبين قدام ويتغير لاعبين ورا في كل حته في الملعب. محمد ابراهيم مهم دايما في تشكيله سيراميكا كليوباترا، وبرافو سيراميكا كليوباترا ان هم قادرين يحافظوا كمان على محمد ابراهيم قائد للفريق يعني.